السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعة الحلقة الخامسة من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. قبل اي كلام بقى، انزل اخبط اللايك الجميل كده بتاعك، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. بتبدأ الحلقة وبنشوف فيها ليدي ريا اللي هي مرات ديمون اللي بنشوفها لأول وآخر مرة، لأن ديمون بيجي ويقتلها. بنشوف بعد كده رحلة الملك اللورد كورلس لطلب ابنه للزواج من الأميرة رينيرا، ولكن بنلاحظ تدهور الحالة الصحية للملك، وإن هو خلاص يعني أيامه بقت معدودة في الدنيا ومش فاضله كتير. بنشوف بعد كده مشهد حواري جميل جدا بين أليسنت وبين أبوها أوتو هايتاور، اللي بيبقى فيه نوع من العتاب من أبوها تجاه بنته، إن هي إزاي فضلت الأميرة عليه وموثقتش في كلامه، وكانت هي السبب في عزله من المنصب بتاعه. ولما أليسنت بتحاول تدافع عن موقفها او تدافع عن رينيرا اللي المفروض صاحبتها، بنشوف اوتو ان هو ربما بيتنبأ باللي هيحصل في المستقبل في المسلسل، وان رينيرا هي الوريثة، ولكن العائق الوحيد بتاعها او اللي ممكن ياخد العرش منها هو ابن أليسنت، فهيبقى الحل الوحيد القضاء على أليسنت واولادها لضمان ان ما يبقاش في حد منافس على العرش. وده اللي بيبين ان ربما أليسنت مش بالمكر والدهاء الكافي لان هي تكون في موقف زي ده، ربما ان هي لسه برضه سنها صغير على ان هي تواجه حاجة زي دي، ربما في بقايا من علاقتها برينيرا تمنعها من ان هي تكون بالمكر الكامل معاها. ولكن حوارها مع ابوها ده بيخليها تعيد حساباتها نوعا ما، خصوصا بعد ما بتعرف قصة المشروب اللي الملك بعته لرينيرا، وده اللي بيخليها تسأل كريستن عن لو عنده علم عن الاحداث اللي حصلت في اليومية، وهو بيخر على كل حاجة وبيخر لها عن معلومات اكتر من اللي هي كانت عايزة تعرفها. وده اللي بيعرفها ان هي كانت غلط وما كانش المفروض تثق في صاحبتها على حساب ابوها، ويعني كده بقى ده اللي هو انتهاء العلاقة رسميا بين رينيرا واليسنت، وعمرها ما هترجع تاني، هما خلاص من النهاردة مش اكتر من اعداء. وبننتقل بعدها لمشهد برضو من احد اهم المشاهد الحوارية اللي موجودة في الحلقة بتاعت النهاردة، هو بين لورد كورلس ومراته رينيس، ونشوف يعني ازاي هما بيفكروا مع بعضهم بصوت عالي ان جواز ابنهم من رينيرا هيبقى الضرر بتاعه اكتر من الفايدة. اولا كده ان بنعرف ان ابنهم ليه ميول مختلفة شوية، يعني والله حراك يا عم، احنا ما صدقنا ان الحلقة خلاص ماشية بما يرضي الله ومش هيبقى فيها اثارة جدل، تيجي انت وتسر لنا الجدل. فبنعرف ان هو ليه ميول مختلفة، وان ابوه وامه خايفين عليه لمجرد ان هو كده هو اللي هيبقى في وش المدفع، اي حد هيبقى معترض على رينيرا، مش هيبقى معترض عليها بس، هيبقى معترض عليها هي وجوزها، فاي سيف هيجي في وش رينيرا هيجي في وش جوزها قبل ما يجي في وشها هي. نشوف بعد كده رينيرا هي ولينور وهم بيتمشوا مع بعض مش بيحاولوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبيتفقوا ان الجواز بتاعهم ده هيبقى جواز مصلحة مش اكتر، يعني هنتجوز بس قدام الناس واللي عايز يعمل حاجة يعملها عادي. خلاص حطينا النقط على الحروف، حددنا الميعاد، الكل متفق على ايه اللي هيحصل، فخلاص كده بيرجع الملك ورينيرا مرة تانية للقلعة بتاعته. في خلال رحلة العودة بيجي كريستون وبيعرض على رينيرا اللي هو ما تيجي نسيب كل ده ورا ظهرنا وهنروح نتجوز بعيد عن الدنيا دي وخلاص، وسيب لهم معاهم، مش هم عايزين العرش سيب لهم يشبعوا بيه، وخلينا احنا نروح نشوف حياتنا ونكمل حبنا. ولكن بيظهر ان كريستون مش هو الحب الوحيد لرينيرا، بل هي بتحب العرش زيه ان ما كانش اكتر، هي حابه تبقى الملكه، العرش هو رقم واحد بالنسبه لها واي حاجه تيجي بعدي. وبتقول لكريستون احنا مع بعضينا عادي، فالدنيا حلوه، ايه يعني ما هبقى الملكه والجواز كده كده سوري فهبقى معاك، ولكن الراجل يعني الحمد لله لقينا حد عنده دم في المسلسل، فالراجل بيرفض، بيقول لها لا انا مش انا اللي اتقال لي اعمل كده، لا بيرفض طبعا، وبيقول لا خلاص يعني هو انا دلوقتي عملت العهد بتاع الفرسان بتاعي وجيت نقضت العهد ده، فانا مش هقدر اكمل في التمثيلية دي. بنروح بعد كده لواحد من اهم المشاهد الحوارية اللي موجودة في الحلقة دي، وهو حوار الملك، الحوار اللي كان صريح جدا. الملك بيقول يعني ازاي انا حياتي فاضية، انا خلال فترة حكمي ما كانش في اي حروب، ما قدرتش ان انا اعمل فتوحات جديدة او اعمل حروب وانتصر فيها او حتى حروب واخسر فيها، يعني الفترة بتاعتي كانت فاضية تماما، فهل ايه الاحسن؟ هل التاريخ هيكتبني كأن انا كنت شخص اللي هو عشت فترة من السلام والامة عاشت في فترة من السلام بدون حروب وقدرت انجح في كده،
ولا هكتبني كشخص فاشل ان انا ما قدرتش اعمل اي حروب وانتصر فيها او حتى اخسر فيها. في طريقة حوار كانت جميلة جدا وبكل صراحة، واداء تمثيلي كان حلو جدا من الملك فيسيريس. بنروح بعد كده للحدث الاهم في الحلقة كلها، وهو حفل الزفاف اللي اول الكوارث بتبدأ فيه بظهور ديمون مرة تانية. اخوه الملك بيحترمه وبيشاوره، هات يا ابني كرسي واقعد وخلاص، ويعني نحاول زقه معايا اليوم يا جماعة واليوم ده يخلص على خير. ولكن ديمون جاي يصطاد في الماء العكرة، جاي يطلع بأي مصلحة في أي حاجة، جاي يثير الجدل وخلاص. وبنشوف بعد كده بقى ظهور أليسنت ومقاطعة الملك في نص الخطاب بتاعه بتظهر، وبتتقال هنا جملة حلوة جدا، وهو إن يعني المنارة بتاعت أولد تاون بتضيء باللون الأخضر في حالة منادات الموالين ليها للحرب، يعني ساعة ما بييجوا يعلنوا حرب وعايزين الناس بقى الأصدقاء بتوعهم ييجوا بينوروها باللون الأخضر اللي هو نفس لون الفستان اللي كانت لابساه أليسنت. ده دليل على إن هنشوف فيه تحالف وإن فيه حرب جاية وخطط وحاجات ولعب من تحت الترابيزة كتير في الفترة اللي جاية. بيقيموا الأفراح بقى والناس بترقص وقاعدة تفرح، قاعدين في فرح بقى، فعايزين أني شهيص الكلام كده. تفضل الأفراح شغالة إلى أن الوضع ينقلب تماما، ونلاقي إن كريستون ماسك البوي فريند بتاع لينور عمال يعج فيه لغاية ما بيقتله، والفرح بيتفض وخلاص، يلا كل واحد بقى يشوف هو رايح فين. ده اللي بيخليهم ان بعد ما المولد ده يتفض يكملوا الزفاف بتاعهم بشكل عائلي خاص بقى، لون العريس والعروسة واهلهم وخلاص على كده، وبيكملوا التقاليد بتاعت الزفاف بتاعهم اللي هو سوري اساسا وكل الناس عارفة كده يعني. ولكن اثناء الزفاف ده بيحصل حاجتين مهمين، واولهم ان كريستون بيحاول ان هو ينهي حياته، ولكن اليسنت بتيجي تلحقه، وده معناه ان هيبقى ليه رصيد كبير عند اليسنت، وده احتمال يبقى من ضمن التحالف اللي بيحصل خصوصا بعد المشكلة اللي حصلت بينه وبين رينيرو. والحاجة التانية ان الملك بيقع، الملك بيقع وبيسلم نمر، وبتنتهي الحلقة بوقعة الملك. حلقة قوية جدا وبالنسبة لي هي الأفضل على مستوى الحوارات وعلى مستوى الأحداث وعلى مستوى إن هي حلقة محورية مهمة جدا في المسلسل، يعني هي حرفيا هي نص المسلسل وهي اللي هتفصل اللي فات عن اللي جاي. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير ليه، واللي حابب يشوفني فيديوهات تانية اتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل له، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.